عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو شوكة في حلوق الشيعة، فلا يستغرب هذا الكلام من المجلس رضي الله عن الصحابة. أحسنت، جزاك الله خير. والله مهما صنعنا لن نؤدي لأمير المؤمنين عمر حقه أو جزءا من حقه. ومحدث ملهم عبقري فتح الله على يديه دولا، فدخل أهلها في دين الله أفواجا، وكذلك كان مسددا موفقا رضي الله تعالى عنه، سواء في زمان رسول الله أو بعد زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله فضيلة الشيخ. وحياك. وبركت وأنت تعلم أحاديث أهل السنة والجماعة على المسلمين، الله يبارك فيك إن شاء الله. وياكم. نعم. سؤال لفضيلة الشيخ، ينقل أنه قال أحد الصحابة لسيدنا عمر رضي الله عنه: يا عمر، فقال له: ماذا بك؟ قال: أتمكنني؟ قال: اركب ولا تعد لمثلها. فركبه الصحابي قنفذ وهو يتأوه من شدة الألم ويتألم جدا. فلقد روي أنه قال: ما كان من أمر الجاهلية شيء إلا وقد فعلته، وما كنت أبالي بأيهما نكحت أو الكحت. فكان سيدنا عمر استغفر الله. هذه أكاذيب. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد، المتوفى سنة 230 هجرية. طبعا الجزء الثالث، الطبقة الأولى في البدريين والمهاجرين والأنصار. طبعا محل الشاهد نروح لصفحة 269. هذا محل الشاهد، هاي الصفحة. يقول: والله أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق ومحمد بن عبد الله الأنصار وعوذة بن خليفة قالوا: أخبرنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال: عمر بن الخطاب ما بقي فيه شيئا من أمر الجاهلية إلا أني لست أبالي إلى أي الناس نكحت وأيهما أنكحت. كتاب مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر بن محمد بن سير الشامري، المتوفى سنة طبعا 327 هجرية. الخرائط، المتوفى سنة 327 هجرية. طبعا كتاب هو عليه البحث. طيب نروح إلى محل الشاهد اللي هو صفحة 207. في حديث 460. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي عن كذا، عن بقى معمر، عن الزهر، عن عروة، عن عائشة قالت: أول ما اتهم بالأمر القبيح، يعني عمل قوم لوط على عهد عمر بن الخطاب، باوع هذا الحديث. ماذا قال عنه؟ رقم 4 باوع تجعلي إسناده صحيح، صفحة 207. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فانتوا زعلانين ليه؟ بتلوموا عليه إنه لوطي؟ راجل إمامه كان كده، إمامه كان يركب ويقول: أكمل يا رجل ولا تعد لمثلها. طب حنعمل إيه؟ بدل خابوا الخيبة السودة، سابوا الطهارة والنقاء، سابوا سفينة آل البيت الأطهار.